اهلا بحضراتكم من جديد، وصلنا مع حضراتكم لفقره الصحافه واللي بنطلع فيها اهم العناوين والمنشطات الصادره في الصحف المصريه والعربيه ايضا الصادره صباح اليوم. وبالتاكيد الصحف المصريه كلها تقريبا عنونت على الاحتفال الرئيس السيسي بالامس مع اسر شهداء الشرطه في ذكرى او في عيد الشرطه، وايضا دموع الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء يعني تسليم الاوسمه والنياشين لاسر ضحايا الشرطه. دي اللي تصدرت جميع الصحف المصرية تقريبا وأيضا الصحف العربية والصحف العالمية. معي في هذه الفقرة الأستاذ حسن الرشيدي الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية. صباح الخير أستاذ حسن. صباح الخير. مشرفني ومنورني النهاردة. ربنا يخليك. يعني زي ما تكلمنا في البداية عن عيد الشرطة واللي كان بالأمس، الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيحتفل مع أسر شهداء الشرطة، والبداية من جريدة الأهرام: عيد الشرطة من أعيادنا الوطنية، لن ننسى شهداء الشرطة ولن نتخلى عن أسرهم ولن نترك ثأرهم أبدا. الرئيس بيقول لن نسمح بأن يكون أمن الشعب واستقرار البلاد لعبة في أيدي أحد وكلنا مسؤولون. حضرتك شفت التكريم امبارح إزاي أستاذ حسن؟ والله في الحقيقة كانت الموقف كله في مجمله كان رائع جدا. صحيح. يمكن في البداية لابد أن نقدم التحية لشهداء الشرطة، التحية لأسر شهداء الشرطة، والتحية لرجال الشرطة الذين يبذلون كل يوم الغالي والرخيص من أجل مصر ومن أجل أمن مصر. أيضا لابد أن نوجه التحية للدور الوطن الكبير والشرطة، ونتذكر موقفهم الباسل اللي بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم، موقفهم في بورسعيد عندما تصدوا للاحتلال الإنجليزي ورفضوا الانصياع له وقاوموا، وكانوا بالفعل ضباط وجنود بواسل بيحافظوا على أمن مصر وكرامة كل فرد من أفراد الشرطة. في الحقيقة ما هو مشهد الأمس كان رائع جدا. صحيح. لم نراه في حياتنا على مدى السنوات الماضية، يمكن منذ ثورة يوليو حتى الآن لم نرى هذا المشهد في تاريخ مصر. الرئيس يحتضن أبناء الشهداء وفي نفس الوقت بيدي رسالة للعالم كله ورسالة للإنسانية أن مصر دايما تحترم شهدائها، تحترم أسر الشهداء، بتحافظ على أسر الشهداء. شعرت بموقف الأمس عندما يحتضن الرئيس السيسي أطفال مصر، الرضيع بيتعامل معه كأنه أب أو كأنه جد لهذا الطفل الرضيع. أيضا تشعر بإنسانيته، ما فيش رئيس بيقف يبكي، البكاء هنا قوة مش ضعف، ولكن قوة على إنسانية هذا الرجل، على حبه لمصر، حبه لأبناء الشهداء، تمسكه بالمواطن المصري. في رسالة إنسانية للعالم أجمع أن أنا بأبناء مصر أبناء المستقبل أنا قوي، وأيضا لابد على الدولة أن تحتضن أبناء الشهداء وأبناء مصر لأن هم اللي بيشكلوا جيل المستقبل وأمل المستقبل. كانت في الحقيقة لحظة عندما يبكي الرئيس أو تظرف الدموع من عينيه، دي بتؤكد على حاجة إنسانية جدا، إنسانيته عالية قوي، حبه لشعبه أو بيتأثر بالناس. أجمل حاجة أن تتأثر بالناس وتؤثر فيها. كانت رسائل متعددة، أنا قريت كذا رسالة امبارح في كلمة الرئيس، رسالة للداخل ورسالة للخارج ورسائل لشهداء الشرطة لأسر الشهداء، رسائل متعددة. أيضا رسائل للبرلمان المصري اللي بدأ عمله. في الحقيقة كلام كتير جدا، لكن أنا بركز على بعض النقاط. إنسانية الرئيس، كمان النقاط الإنسانية اللي حضرتك اتكلمت عنها، هو حرصه على الاستماع لأسر الشهداء وزوجات الشهداء وأيضا أطفالهم، وأيضا كان بيجذب بعض الأطفال وإن هم عايزين اللي عايز يتكلم يتكلم وهو يستمع ليهم. دي كانت لفتة إنسانية غاية. شفنا قد إيه الطفل بيقول شعر، قصة شعر. صحيح. وقد إيه جذب الناس ونال على تصفيق الجميع. صحيح. شفنا قد إيه أيضا والد شهيد، قد ايه كلنا تاثرنا بكلامه، ان الشهيد كان قد ترك كليه الطب والتحق بكليه الشرطه دفاعا عن مصر. ثلاثه من اسرته، اثنين جيش واثنين واحد. اذا فاللمحه او اللمسه الانسانيه كانت متوفره في مشهد الامس على مستوى عالي
جدا. ايضا كان من اهم ما قاله الرئيس امبارح هو يا جماعه حافظوا على مصر، حافظوا على بلدكم، لن ننسى دماء الشهداء ابدا، مصر ستظل امنه، مصر دي اللي بتحتضن كل المصريين. الرئيس عبد الفتاح السيسي بانه لن ينسى حق الشهداء من الشرطه او من الجيش او ايضا من المدنيين المصريين. الحاجه ايضا الرساله المهمه قوي البرلمان. رسالته للبرلمان صحيح، رسالته للبرلمان، احنا يا جماعه قبل ما توافقوا على اي قانون او ترفضوه ادرسوه كويس. احنا بنقول ايه؟ حطينا قانون لننهض او لنعالج الخلل الاداري في الجهاز الاداري للدوله. عايزين ننهض باداء العامل، عايزين ننهض بمستوى العامل المصري، عايزين ننهض بمستوى معيشته. فاحنا لما نيجي نحط قانون بيتضمن عناصر تدفع برفع الاداء او رفع الكفاءه لابد ان احنا ندرسه ونوافق عليه. حتى اقول في الحقيقة رفضه ايه؟ في الحقيقه لابد ان نعلم ان احنا في مرحله عشان ننهض بمصر لابد ان نربط الاجر بالانتاج. مفيش حاجه اسمها ان كل الموظفين اللي بيشتغلوا ومش بيشتغلوا يبقى في مساواه بينهم، ما ينفعش. عشان ننهض لابد ان نفرق بين من يعمل ومن لا يعمل. صحيح. لابد ان نربط الاجر بالانتاج. القانون فيه نقاط ايجابيه كتير جدا، اذا كان في بعض النقاط اللي محتاجه لتعديل تتعدل. مرفوضش ولكن يجب ان احنا نراعي الاتي. تطبيق مبدا الثواب والعقاب. كلمه معلش يجب ان تختفي من قاموسنا. الحاجه الثانيه لابد ان افرق بين العمل المنتج المجتهد المبدع المنضبط المخلص في اداء رسالته وفي اداء واجباته وبين الكسول والمهمل والمزوغاتي. مش معقوله يبقى كل التقرير الحكومه صحيح المصريه صحيح. كله بامتياز بينما اتحدث ايضا امبارح في كلمته قال احنا عندنا 7 مليون من الجهاز الاداري للدوله محتاجين مليون واحد فقط. يمكن الرئيس ذكر النقاط المتعدده، قال انا قبل ما اوافق على مشروع هذا القانون او هذا القرار قبل ما اطلعه قال انا تاكدت من عده امور، انه مش هيضر بعامل او موظف مصري، انه هيحافظ على مرتباته، انه هيحافظ على وظائفهم، لن نتخلى عن عامل من ضمن الستة ونص مليون او السبعة ملايين مصري. اذا ففي ركيزة اساسية لا يمكن ان نتنازل عنها، في اركان اساسية، لكن النهوض بالاداء لابد ان احنا بقى ننحاز ليه. صحيح. لابد للبرلمان ان يدرك، شوف ولنكن صرحاء في مثل هذا اليوم العظيم، ولنكن صرحاء مع انفسنا، لا يمكن ان ننهض الا بتطوير العمل وبالعمل والانتاج. طيب استاذ حسن نروح مع حضرتك لجريده الاخبار سريعا. 250 الف شرطي انا عايز برضو ايضا نقطه اثار اليها الرئيس السيسي وان خاصه متعلقه بتونس. نقطه مهمه جدا قالها بذكاء شديد جدا دون ان يشعر الطرف الاخر انه بيتدخل في شانه. قال احنا ما بنتدخلش في الشان الداخلي التونسي، ولكن التونسي انه حافظ لان الشعب المصري ده جزء من الشعب العربي. صحيح. وما يجري في الشارع التونسي يهم المصريين ككل. قال حافظوا على بلادكم، هي رسالة مش لتونس بس، لكل الدول العربية. هو ما وجهش كلام لمصر تونس. صحيح. حافظوا على بلادكم. طيب 250 ألف شرطي ده من جريدة الأخبار لتأمين احتفالات الثورة. الداخلية بتقول التعامل بكل حزم مع المخربين ودعاة الفوضى، وزي ما شفنا حضرتك في الشوارع المصرية هناك انتشار مكثف من قبل قوات الشرطة وقوات الجيش لتأمين احتفالات ثورة 25 من يناير والتصدي لمحرضي الفوضى والعنف. شوف أنا هقول حاجة، يمكن اللواء مجدي عفار وزير الداخليه اشار في كلماته بالامس لمثل هذه الامور. في الحقيقه يمكن احنا عندنا قوات الامن المصريه متمثله في وزاره الداخليه او قوات مسلحه. صحيح. قادره وبكل قوه على مواجهه اي اعمال تخرق القانون او تضر بالامن المصري. في الحقيقه شفنا خطط متعدده جدا يمكن ظهرت من الايام الماضيه ومستمره طبعا لما بعد 25 يناير وهي تأمين المنشآت الحيوية في الدولة. 250 ألف شرطي على مستوى مصر عندنا في كافة الأماكن الحساسة. يمكن شفنا الشرطة والجيش بدأ يتحرك للحفاظ على المنشآت الحيوية. أيضا شفنا حتى في النقل والمواصلات أن شرطة النقل والمواصلات أعدت خطة لتأمين المواصلات العامة سواء القطارات أو غيرها. شفنا أيضا في شرطة النقل النهري والبحري في استعدادات، في يمكن شرطة المفرقات أيضا ضباط فحص المتفجرات حطوا خطة لبعض الأماكن الحيوية عشان نقدر نكشف
أي عبوات قد تكون ناسفة أو أي حتى عبوات حتى لو كانت وهمية. الشرطة بتاخد بمبدأ مهم جدا إن بتعامل مع أي بلاغ وهمي على إنه حقيقة. ففي الحقيقة في استعداد كامل صحيح لرجال الشرطة، وده اللي لمسناه في من كل رجال الشرطة والجيش في المناطق الشارع الحيوية وكل مناطق التجمع اللي بيتجمع فيها المصريين استعدادا ليوم 25 يناير. وبعدين يجب أن ندرك بقى إن إحنا يا جماعة عايزين نتقدم، التخريب لم يعد مكان له، الشعب واعي، واللي كل واحد في مصر يعني بيرفض أي أيدي المصر مخربة. وبعدين أنا عجبني جدا وزارة الداخلية في تعقب المجرمين على الإنترنت، دي مهمة جدا صحيح. لأن معظم الأصوات الحنجرية بتبدأ عن طريق التواصل، عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي. في الحقيقة في حركة ونشاط في هذا المجال من جانب رجال وزارة الداخلية، ويمكن قبضوا على بعض الشخصيات اللي كانوا بيجهزوا لعمليات تخريبية في يوم 25 يناير. فأنا أعتقد أن في منظومة أمنية متكاملة للسيطرة على شوارع ومدن وأحياء وقرى مصر في هذه الأيام. وأنا أعتقد أن كل واحد مصري، كل مصري الحمد لله عايز بلده مستقرة، وقد مشينا حققنا خطوات كبيره على مستوى استقرار مصر، خطوات مصر الجيده اللي احنا حققناها ونحافظ عليها. طب نروح مع حضرتك لجريده الجمهوريه تقرير الوفد العائد من اثيوبيا امام مجلس الوزراء، ربط شبكات كهرباء مصر والسودان واديس ابابا على مرحلتين واستكمال المباحثات والاتصالات لاستثمارات الطاقه الافريقيه. في الحقيقه دي خطوه مهمه جدا، لانه كان اتجاه الدوله بعد سد النهضه ان احنا نحاول نعيد علاقتنا بالدول حوالينا اللي احنا اهملناها خلال السنوات السابقه صحيح، من خلال التعاون في كافه المجالات سواء التجاريه الاقتصاديه وايضا شبكات الكهرباء. ان احنا هيبقى في شبكات كهرباء بتربط الدول الثلاثه، ودي خطوه مهمه جدا على طريق التعاون بين دول حوض النيل، لان شفنا قد ايه العقبات اللي بتواجهنا في سد النهضه، اللي احنا بنتمسك بحق مصر في المياه، ولكن ايضا حق كل دول حوض النيل في التنمية بما فيها أثيوبيا صحيح أو على رأس أثيوبيا. فأنا بعتقد أن توسع في علاقتنا مع دول حوض النيل ده حفاظا على أمن مصر وحفاظا على اقتصاد مصر وحفاظا على حق مصر في المياه، وفي نفس الوقت حق كل دول القارة في التنمية. زي ما حضرتك قلت أستاذ حسن، نروح مع حضرتك لجريدة الوطن، استشهاد ضابط أمن وطني يرفع عدد ضحايا انفجار الهرم لسبعة، واللجنة الهندسية بتقول العقارات المجاورة سليمة ولا داعي لإخلائها. يعني شفنا الحادث بتاع الهرم اللي كان يوم الخميس الماضي ده، وصل عدد ضحايا ضباط الشرطة إلى سبعة من رجال الشرطة. شوف إحنا الحمد لله إنه في تواجد لرجال الأمن في الشارع المصري وما ننكرش ده، لكن في نفس الوقت لابد إن إحنا بقى كمواطنين نتعاون مع رجال الشرطة ومع رجال الأمن، ما نقولش ما نستهترش بأي عمل ولو كان بسيطا. حتى رجال الأمن الوطني بتشوف قد إيه بيستشهدوا دفاعا عن الوطن، رغم إن العمل الأساسي لهؤلاء البشر هو المعلومة. النهاردة جهاز المعلومات لابد أن نهتم به في المقام الأول، لأن عشان تحارب الإرهاب أو المخرب قبل وقوع الحدث لابد أن يكون لديك المعلومة. فالمعلومات مهمة جدا، وأنا شايف أن ضحايا الأمن الوطني في الحقيقة دول ناس استشهدوا وبيقوموا بدور كبير جدا في تأمين المجتمع من خلال إمداد الجهاز بالمعلومات المهمة. لأنه في الحقيقة أنا بقول أن وزارة الداخلية أو الجيش وحدهم لا يكفي لتأمين الوطن، لا بد من وعي، احنا عايزين وعي المواطن ومشاركة المواطن الإيجابية صحيح في إمداد بالمعلومات اللي عشان نقدر نتعقب المجرمين ونقدر نوقد أي عملية تخريبية أو عمليات قتل واغتيار اللي تعودت عليها الجماعات الإرهابية. أنا بدي رسالة بقول يا جماعات حتى لو كنتوا بتحاربوا مصر وأنتوا خارج الوطن، هاربين ليكوا أبناء داخل وطنكم، أسركم موجودة، على الأقل حافظوا على أسركم، لأن أمن مصر من أمن أولادكم ومن أمن أبنائكم. طيب نروح مع حضرتك لجريدة المصري اليوم، تونس تحاصر انتفاضة العاطلين بحظر التجول وانتشار الجيش احتجاجات محدودة بالعاصمة، والغنوشي بيرفض الانتخابات المبكرة. شفنا الأحداث التي مرت بها تونس، احتجاجات في تونس ومدينة القصرين، وهناك أيضا أعمال سلب ونهب في شوارع تونس. حدث بالفعل أعمال سلب ونهب،
حدث بالفعل ان نتيجه البطاله قامت مظاهرات في تونس في بعض المدن الصغيره، ثم امتدت الى شوارع العاصمه وشارع الحبيب بورقيبه الشارع الرئيسي. لكن في الحقيقه الاداره التونسيه او السلطه التونسيه اتخذت اجراءات للحد من هذه المظاهرات او موقف اعمال العنف والتخريب زي ما عملت فرض حظر التجوال. في الحقيقه يمكن احنا نتذكر الثوره التونسيه لما قامت بسبب بو عزيزي لو نتذكر، النهارده العامل الاحرق نفسه النهارده بسبب واحد صعق بالكهرباء نتيجه انه عانى من البطاله. احنا بنقول تونس بتعاني من بطاله، وشعب مصري ما زال الشباب بيعاني من البطاله، لكن لابد ان احنا نفسه في اوروبا وامريكا فيها بطاله، ما فيش بلد في العالم ما فيهوش بطاله طبعاً. لكن لابد ان احنا نصبر ونضحي وننتظر ان احنا، لكن المهم ان احنا نعالج الاصلاح اللي هيوفر لنا فرص عمل بعد كده. يعني احنا لما نيجي لما الرئيس السيسي بيخاطب البرلمان بالامس بيقول اقروا القوانين قبل ما تصدروها او قبل ما ترفضوها او قبل ما توافقوا عليها. ايه؟ لانه انت عشان تصلح لابد ان تضحي، والتضحيه مش ببلاش. يمكن انا عجبني جدا الرئيس السيسي بالامس لما قال ايه؟ انا ما بطلبكوش انكم تضحوا، لا انا عايز على الاقل ان احنا نطور الانتاج، نصبر شويه. فاللي حصل في تونس انا بعتقد ان في ايادي ارهابيه واخوانيه خبيثه بتلعب داخل تونس، وشفنا قد ايه المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق الذي فشل في اداء مهامه هو اللي بيحاول يدعو ويتمسك بانتخابات مبكره. ما انت كنت اختولت رئاسة تونس فتره وفشلت، فلا داعي للعب بالنار مع جماعات ارهابيه بتعمل على تخريب البلدان العربيه وتقسيمها وتفتتها. لكن احنا الحمد لله ان مصر امنه ومستقره، وعلى فكره مصر هي ترمومتر الامه العربيه. اذا كانت مصر امنه فثق ان ما حولها بيكون امن. وانا عشان كده رساله الرئيس السيسي امبارح للتوانسه كانت مهمه، حافظوا على بلدكم. طيب نرجع مع حضرتك تاني لجريدة الأهرام. خلال استقباله أمس قائد القيادة المركزية الأمريكية السيسي، المنطقة تمر بظروف غير مسبوقة تتطلب تضافر المجتمع الدولي. أوستن يشيد بخطوات القاهرة الثابتة على صعيد التقدم السياسي والاقتصادي. يعني زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية للرئيس السيسي أيضا يعني بحضور وزير الدفاع بتعكس مدى ايجابي على عمق العلاقات او سعي الولايات المتحده الامريكيه لتطوير العلاقه مع مصر. شوف امريكا واثقه تماما، او الاداره الامريكيه بالتحديد واثقه تماما، هي مصر هي المحور. القلب النابض والمحور للامه العربيه او لمنطقه الشرق الاوسط، فلابد ان تكون هناك علاقه استراتيجيه بين مصر والولايات المتحده الامريكيه. يمكن الرئيس السيسي قالها، قال علاقتنا بالولايات المتحدة هي علاقات استراتيجية. فكانت زيارة أوستن قائد المنطقة المركزية الأمريكية في الحقيقة كانت مهمة جدا لتبادل المشورة والرأي، لأن تبادل المعلومات بين الطرفين مهم جدا، هو مركز على العلاقات الثنائية فقط، ولكن أيضا على مكافحة الإرهاب، لأن الإرهاب ده مرض دولي، الإرهاب داء دولي، الإرهاب بيطال كل المجتمعات مش قاصر على دولة بعينها. فكان من ضمن أيضا محور النقاش هو مكافحة الإرهاب الدولي بالأجهزة الحديثة، ليس فقط بالجانب الأمني والعسكري، ولكن أيضا بالمواجهات الفكرية والتنمية الاقتصادية. صحيح. الرئيس امبارح في لقائه بأوستن أكد على التنمية الاقتصادية ومواجهة الفقر. عشان تعالج الإرهاب لابد أن تواجه الفقر وتنمي الاقتصاد وتعمل تنمية في الدول الفقيرة، لأنه من ضمن العناصر التي بتفرغ الإرهاب هو الفقر الدول الفقيرة والمرض. صحيح. طيب أخيرا أستاذ حسن، نروح لجريدة الأخبار. سحر نصر بتقول 13 وزير سعودي في اجتماع المجلس التنسيق المشترك اليوم، 250 مليون جنيه من الصندوق السعودي للمشروعات الصغيرة بسيناء والصعيد. الاستثمارات الخليجية والاستثمارات السعودية تتدفق على مصر نظرا لأن مصر هي تجذب المستثمرين وأنها أرض خصبة للاستثمارات، وده اللي بيأكده هذا الاجتماع. أو في الحقيقة ده اجتماع مهم جدا، لأن في الحقيقة أنا شايف أن في وزير التعاون الدولي صحر مصر في الحقيقه متحركه جدا فعلا ونشطه. صحيح. وبتشتغل بفكر مستنير،
وانا اعتقد ان دي هذا المبلغ اللي هو ما يعادل مليار و500 مليون جنيه بالتحديد هو هيكون للمشروعات الصغيرة وهيكون ايضا لخدمة المليون ونص فدان اللي محتاجين استصلاح كمرحلة اولى وهي منحة. انا بعتقد ان ده اتجاه الدول العربية لدعم مصر في هذه الموضوعات خاصة السعودية، ده اتجاه صائب جدا لان مصر هي عمق استراتيجي للسعودية وايضا السعودية عمق استراتيجي لمصر، فلا بد ان احنا ندعم العلاقات ولا بد ننمي الصناعات في مصر لان في النهاية بنخدم شباب مصر وبنوفر فرص عمل جديدة. وايضا النقطة المهمة جدا وهي التوسع العمراني، ليس العمراني فقط ايضا ولكن التوسع في الزراعة، ومشروع المليون ونص فدان ده انا اعتقد خطوة على الطريق الصحيح، ويريتنا كنا بدأنا من زمان، لانه في الحقيقة لجي نركز بقى احنا في المرحلة السابقة كنا بنستقطع من الاراضي الزراعية وبنبني عليها عشان نواجه الزيادة السكانية وتوفير مساكن للناس. لا، احنا عايزين بقى نبص لتعمير الصحراء ونتوغل في الصحراء ونقتحمها، احنا نزود الارض الزراعية مش نقتطع منها. وكفينا بقى لابد ان نوقف الفساد في المحليات والفساد على الاراضي الزراعية واغتصاب الاراضي. احنا بقى مفيش بقى حاجة اسمها كلمة معلش، مفيش حاجة اسمها نفاق المواطن المعتدي، في حاجة اسمها تطبيق القانون على الجميع، في حاجة اسمها لابد ان ننهض بمصر، لابد ان نحفز على الانتاج ونربط الاجر بالانتاج. اذا استمرينا في منافقة الموظف المهمل الكسول لن ننهض ابدا. يا جماعة اصدروا القوانين التي تنهض بإنتاج العامل المصري. ما زال إنتاج العامل المصري في اليوم 36 دقيقة فقط طبقا للإحصائيات. شوف اليابان اللي بيقبضوا على العامل لما بيلاقوه بيشتغل ساعات عمل زيادة. صحيح. فإحنا عايزين ننهض بالمجتمع. وده أستاذ حسن اللي أكد عليه الرئيس السيسي بالأمس أيضا إن هو في كل رسائله بيطالب العامل المصري بمواصلة الجد والاجتهاد كي ترتقي الأمة أيضا. شوف هقول لك حاجة، هو الرئيس قالها كذا مرة على الإنتاج، وقال على خطر الزيادة السكانية، خطر الانفجار السكاني. يا جماعة الزيادة دي بتلتهم كل زيادة في الإنتاج وأيضا بتقلل فرص العمل. فأنا أعتقد النقطة المهمة أيضا لابد من تشجيع المستثمرين مش بالكلام، بالتنفيذ. ما زال المستثمر بيعاني من عدم التسهيل في اصدار تراخيص انشاء المصانع. وده على فكره استاذ حسن اللي بدات تلتفت للدوله ان هي تسهل الاستثمارات الخليجيه والاستثمارات العربيه والاستثمارات الاجنبيه. نتمنى هذا باذن الله. استاذ حسن الرشيدي الكاتب الصحفي بجريده الجمهوريه، بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. الف شكر استاذ، شرفتني ونورتني. مشاهدينا الكرام، دي كانت قراءه سريعه لاهم ما جاء في الصحف المصريه. الان انتقل الى زميلي محمد شعبان في قراءه لاهم اخبار المال والاعمال. اليك محمد.